وانتهت تلك الصروح وربيع القلب ولى وغدا اليأس يلوح. انمت فيك الجروح وانتهت. رحبوا معنا بفريق طموح. وغدا اليأس يلوح فاصعد القمة يا هذا ودع عنك السفوح. قد غدا الطير هماصا وبطانا اذ يروح. فاصعد القمة يا هذا ودع عنك السفوح. قد غدا الطير خماصا وبطانا اذ يروح. صاحب الهمة نجم وله. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. ارحبوا مطر. زعلت انا بفخر سوف اعلي الطموح. الطموح 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 الطموح. انمت فيك الجروح وانتهت تلك الصروح. ونمت وطفشت وتعبت. وسالفتها يا ابو ماجد تفضل. طبعا احنا في البدايه كنا حابين نطلع بتقرير مختلف بحيث ان الواحد يبدا بكميه عتب كبيره على عدم تجاوب الشباب بعض الاحيان، على التاخر بعض الاحيان، ثم ياخذ كلمه من نهايه عتبه ويربطها بايش؟ بالعباره الثانيه اللي حيقولها. فانا كنت اقول الله يهديهم، ورجعت بعد كذا اقول الله يهديهم، ما تركوا لي مجال اني اشاركهم في العمل، شالوا الحمل كلهم. فكانت هذه هي الفكره وشاركوا فيها الشباب جميعا. انا عندي شغلتين. انا كلمه الفريق بعطيها لعمده الفريق، وابغى تحيه للاستاذ فهد المطيري ابو سند، اقوى تحيه. وبعد كلمه ابو سند عندنا هديه فريق الموسم كله، تمام؟ المقدمه من الصبان للمفروشات حتكون معنا على الشاشه الكبيره. تفضل. تفضل ابو سند. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. حيي جمهورنا المشاهد وضيوفنا الاكارم والشباب. حقيقه كل برنامج فيه منافسات تجد هناك اشياء بين كل فريق، يعني فيها تحدي وفي حب الانتصار. هذا الشيء اللي كان متواجد في ذهني قبل المجيء الى هذا المكان تلاشى تماما عندما شاهدت الفريق، فريق طموح وفريق شموخ وفريق سمو. كيف كان العبارة الدارجة عندهم بدون مبالغة بدون مجاملة، العبارة الدارجة في جميع الفقرات: نجح الفقرة نجح الفقرة، سواء كانت تبع طموح ولا شموخ ولا سمو. جميل. هذه روح التنافسية، روح المحبة، حب لأخيك ما تحب لنفسك، حقيقة أشعرتنا أن لابد أن نقدم للجمهور شيء يستحق أن يقدم. هذا شيء. الشيء الثاني حقيقة هامة وقامة كبيرة جدا، أخوي الحبيب وليد بصالح، هذا حقيقة يعني مكسب كبير للقناة ولكل الإعلام. رجل سنوات في هذا المجال، رجل سنوات في هذا المجال. أي إنسان يقدم يقدم تجد المحتوى يبدأ يقل، المحتوى ينتهي. هذا الرجل يصنع أفكار، يصنع محتوى عظيم، من لا شيء يقدم لك أشياء كثيرة. غير ذلك روح المحبة للفريق جميعا، تجد حتى لو شاهد شيء أو ملاحظة على أحد الأعضاء معه لا يمكن أنه يقوله له مباشرة، يمسك واحد ثاني يقول قلوا له يسوي كذا، قلوا أنا ما ودي. يا أخي هذا الرجل حقيقة أنا أقول حتى الآن لم يعني يجد ما يستحق. تحية كبيرة لوليد بصالح. هذا آخر ما لدي. يعطيك العافية أبو سند. إبراهيم النقيب تفضل. مازد على كلام أخواني، إذا واحد تورط يقول الكلمة دي. أنا أقول شكرا قناة المجد، شكرا قناة المجد على البرنامج الجميل والرائع. نترقب الموسم 4 بفارغ الصبر، والشباب ما شاء الله ما قصروا، كل واحد أعطى بالمجهود اللي عنده وأكثر. وشكرا كذلك جمهور المجد مرة أخرى، ويعطيكم العافية وما قصرتوا. شكرا فريق طموح أنهم كانوا يعني رغم أنه الإصابات اللي كانت تصير ولا الظروف اللي كانت معانا،
الا انهم ما شاء الله تبارك الله خرجوا بشكل جميل جدا. يعطيكم العافيه جميعا. الله يعطيك العافيه. بيض الله وجهكم. ياسر الشهراني تفضل. الله يسعدكم يا رب، مسي عليكم بالخير. صراحه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى، شكر خاص لابونا وليد بصالح صراحه، الى ابونا كم عمرك. طيب الله يسعد الله يسعد استاذ وليد صراحه، يعني ما ازيد على كلام ابونا الثاني ابو سند الله يعطيهم العافيه صراحه، يعني يعطيك العافيه والله يا استاذ وليد. كان فعلا فعلا يعني رتويت الكلام ابو سند صراحه. والشكر موصول طبعا لباقي الشباب الموجودين معانا. استمتعت صراحه بالتعرف على اخوي احمد الصليطي واخوي عبد الله فال يعطيه العافيه، المرافق رايح جاي. اي والله. والشباب جميعا في الموسم الله يعطيكم الف عافيه، وهذا شيء صراحه زادني ثقه وزادني ثقافه، من استفدت من كل واحد منكم شيء جميل صراحه. يعطيكم العافيه. العافيه اخوي ياسر. عبد الله فال، مع انه الوقت ترى الله يعينكم، اللي ياخذ كلام كثير ويعطيه على الباقي. ريتويت. سلام. اول شيء اشكر اخونا ابونا الاستاذ وليد بصالح. مصرين على ابونا. يلا يا ابونا. وجدنا ابو سند. سواء فاز فريق شموخ او سمو او طموح، ان شاء الله اتمنى له الطموح. لا ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله الفرق كلها فايزه ان شاء الله. جميل. اهم شيء طلعنا ببرنامج كويس، الجميع ادى اللي عليه والباقي على ربنا. الله يبيض وجهكم. نختم مع الشباب. اول شيء شكر لاخوي الصغير وليد بصالح. ايوه ظبطت صراحه والله، قامه اعلاميه استفدت منه وتعلمت منه هالشيء الكثير، هو ونجوم الموسم كلهم. شكرا لفريق طموح، شكرا لنجوم الموسم، ما قصرتوا بيض الله. شكرا عاديه. شكرا شكرا. خلاص بعد هذه ينتهي الكلام. شكرا. الله يبيض وجهكم جميعا، جزاكم خير، يعطيكم العافيه. وفالكم البيض عندهم سحب. عندهم السحب وليد بشكل عاجل. طيب نحن نشكر الصبان للمفروشات، قدموا لنا طقم كنب بقيمة 12,000 ريال. ما شاء الله. عملنا سؤال وشاركوا قرابة 3,073 بالإجابات. نحن حيكون معنا صاحب إلكتروني الشباب في الكنترول تبدو الآن، لكن أنا بطلب من الجمهور اللي موجود نبي نختار عدد ونقول ونعد، يعني مثلا لو اخترنا 13 كلنا حنقول 1 2 3 لين ما نوقف على 13 عشان نوقف نشوف الماوس على اي اكونت ونقول له مبروك. ايش رايكم؟ طيب. يختار عدد. يلا طيب. 3 هنا و3 هناك. طيب 3 هنا و3 هناك. نختار ايش؟ 20. طيب يلا بسم الله. جاهزين يا شباب؟ اذا جاهزين يلا اعطونا الجاهزيه يا شباب، اذا ارقام تطلع هنا يطلع على تويتر كله. هذا السؤال. طيب اعطوك الاوكي. اي هذا السؤال. يلا شباب نبي نعد هذا السؤال. طبعا متى وقعت غزوه بدر الكبرى؟ ونحن موجودين الان امام الاكونتات. يلا 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. لمين؟ لمين؟ ايش مكتوب؟ دلال الفيفي. دلال دلال الفيفي. ألف مبروك. أمس إجابة صحيحة. دلال الفيفي هي اللي فازت. نعم. وصورون الشاشة إن شاء الله الآن يوصلها إن شاء الله الجائزة. شكرا لفريق طموح من الأعماق. شكرا لكم. كلمة أخيرة. شكر لفريق الإعداد عندنا الأستاذ عبد المحسن السويدان يعطيه العافية. الله يستاهل. والأستاذ يوسف باقيس يعطيه ألف ألف مليون عافية. الله يعطيكم العافية أنتم. شكرا لكم تفضلوا. الله يعطيكم العافية. شكرا للصبان المفروشات تقديمه الجائزة بقيمة 12,000 ريال. كذلك شكرا لبقية رعاة شركة سنابل السلام، مجموعة فنادق نيولوفر، وشركة قصر الأواني، وكذلك مطاعم مسف وشاي بنت حسين، وشركة الشعلان مطاعم مسف. نعم. شكرا طيب. لكل الرعاة اللي كانوا موجودين في برنامج الموسم، قدموا الكثير، جزاهم الله خير. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.